السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم طبعا، واسمحوا لي انوه على مواعيد برنامجنا. احنا من السبت للجمعة من الساعة 10 للساعة 11، والإعادة الأولى الساعة 1:30 للفقرة الطبية، وإعادة أخرى للبرنامج كل الساعة 1 بعد منتصف الليل. طبعا من خلال الأسبوع بيبقى لينا أصدقاء حبايبنا بيبقى ليهم أشغالهم، فما بيقدروش وقتهم يشوفوا البروجرام في وقته، لكن طبعا احنا عندنا دلوقتي تو اوبشنز او اختيارين حلوين جدا. عندنا اولا ان احنا بنعرض ده من خلال صفحتنا، اي وصفه بنعملها على مدار اسبوع من خلال صفحه مطبخ عظيمه بالعربي على الفيسبوك، وكمان بنعمل بنطلع لايف علشان كل اصدقائنا يقدروا يتابعونا. في سكرين شوت تنزل من المقادير للصفحه، لكن انا كمان حاولت احل المشكله دي عشان اصدقائنا غنيين عليا جدا. من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي انا بعرض نفس الوصفه ولكن كتابيا، يعني الطريقه مكتوبه كتابيا والمقادير كتابيه والتفصيلات كلها. وكمان بستقبل تطبيقات حضراتكم تعليقاتكم، وكل حاجه عايزين تسالوا عنها بجاوب عليها من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. النهارده بما ان يعني احنا هنعمل وصفات اتطلبت مننا، اتمنى يا رب تكون او تنول اعجابكم. اسمحوا لي اذكر كل مشاهدينا الكرام ب ان احنا معانا النهارده اصل الحلوب سمنه بلدي 100%، طبعا موجوده في كل السوبر ماركت. كل الاصدقاء اللي سالوني انبوكس وعلى الصفحه وحتى على مطبخ عظيمه، هي موجوده في كل السوبر ماركت وفي كل السوبر ماركت الكبيره. اصل الحلوب متواجده ومتوفره. اي بقى حد بيسال بره مصر، انا ان شاء الله يعني انا حتى بقول اهو، والشركه اكيد هتبعت لي النهارده اعرف هم البلاد اللي بيصدروا فيها ايه، علشان كل اصدقائنا اللي بره مصر حتى لو في دول اوروبيه. اصل الحلوب زي ما اتفقنا هي حاجه بتغنينا، سمن بيغنينا عن احنا نجيب الزبده البلدي وناخدها ونعملها، او نجيبها من مصدر يكون مثلا احنا مش واثقين فيه قوي، لانه خلوا بالكم الزبده دي مرحله خطيره جدا. القشطه دي لو قعدت بره شويه زياده عن الوقت اللي المفروض تتعمل فيه هتمرر، وهيبقى فيه شكاوى كتير، وزي اللي كانت بتجي لي قبل كده لو مررت نعمل ايه، ويبقوا جايبين الزبده ومكلفينها والله ودافعين فيها الشيء الفلاني. بس في الاخر احسن لي ان انا اجيب طالما هي بقى بلدي 100% يبقى اجيب احسن السمن البلدي 100%. وعلى فكره السعر تقريبا واحد، فانتم يعني المهم بقى تجربوا الطعم وتقولوا لي راي حضراتكم ايه. معانا كمان النهارده من وصفاتنا، يعني من الحاجات اللي هنعملها حلوه نبين بيها طعم السمنه الاصل الحلوب، هنعمل ملوخيه بالجمبري. هنعملها كده بطريقه سهله وبسيطه، ونستخدم فيها ملوخيه شهرزاد، لان انا طبعا شهرزاد من يعني المنتجات الفروزن اللي بصراحه انا لما دخلت مكانهم ومصنعهم وشفت الناس دي بتفكر ازاي، وقعدت مع ناس من الاداره والناس القائمه على الموضوع والكيان ده، وان هم وسط ان هم يصدروا بمواصفات معينه، انا الحقيقه سعيده جدا متحمسه ليهم جدا. اي منتج يستحق الاحترام، كفايه ان هو في مصر جوده مصريه، شركه مصريه بتصدر بره مصر، فاحنا متصدرين ان هم بيطلبوا مننا الحاجات دي. شكرا جزيلا، شكرا لكل منتج مصري. كمان كلوسيز مش هننساه، لان كلوسيز من المنتجات المصريه الموجوده، مكمل غذائي بزيت كبد الحوت. كلنا يمكن ما بقاش في رتم الحياه بنقينا ناكل اسماك كتير قوي او تونه بشكل منتظم، كان المفروض زمان اهالينا بيعملوا ده كل اسبوع، لازم على الاقل يومين سمك في الاسبوع. دلوقتي احنا ما بقيناش، يعني فين وفين كل ما الواحد تهف نفسه على اكله سمك يروح رايح على اسكندريه او السويس او بورسعيد او بياكلها مع اهله. دلوقتي احنا عايزين الولاد يطلعوا، بما اننا بقى بقينا في زمن الفاست فود والحاجات الغريبه دي اللي بتحصل، فاحنا عايزين حتى نقنن ولادنا ونديهم دعم يعني جسماني للسموم تدخل جسمهم، دي ندعمهم بحاجات اصليه. فاحنا عندي اوميجا 3 زيت كبد الحوت، وعندي كمان مدعم نفس الكبسوله فيها فيتامين الف ودال واوميجا 3. الحقيقه هو مكمل غذائي هايل جدا. بدل ما نجيب كل حاجه لوحدها، احنا هنجيب العلبه دي تبقى كامله عندنا، والعلبه فيها 3 شرايط. ال3 شرايط دول كل شريط تكلفته تقريبا 14 جنيه وربع تمن وكده، بتتباع في كل الصيدليات، ولو في صيدليه ناقص فيها حضراتكم قولوا للصيدليه انها تابعه للشركه المصريه لصناعه الادويه يطلبوها، هيجي لهم المنتج وهيبقى متوفر، لانه طبعا في ما شاء الله اكتر من يعني ارقام الافات من الصيدليات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، فطبعا اكيد مش هيغطوا كل ده الا لو في احتياج ليها فالصيدليه بتطلبه، وهو بيكفي شهر.
اقل من 7 سنين بياخد كبسوله. دكتور مصطفى حامد له كل الشكر والتقدير، المستشار الطبي لشركه ام دي، قال لنا اللي فوق ال7 سنين بياخد 3 كبسولات على مدار اليوم. خلوا بقى شوفوا الفيديوز، شوفوا كلوسيس بيعمل ايه لمرضى السكر، لمرضى الضغط، لمرضى القلب، وكمان مفيد للحوامل، لسيدات الحوامل. النهارده هنعمل اول حاجه وصفه الملوخيه بالجمبري. خلينا نقول كده المنيو بتاعتنا. عندي البقادير، ملوخيه شهرزاد، هنجرب ملوخيه شهرزاد مع بعض ونشوف كده دنيتنا ايه. عندي جمبري وتوم مفروم، بصل مفروم ناعم، طماطم مبشوره، كزبره خضراء، ومعلقتين كبار من الصلصه، وده اختياري. فلفل اخضر حار اللي حابب انها تبقى سبايسي مع الجمبري، في ناس بتحب قوي الطعم ده. طبعا الملوخيه بالجمبري دي امزجه برده. ملح وفلفل وكمون، كزبره جافه، مرق، سمن، اصل الحلوب عشان نعمل احلى طشه للملوخيه. انا هبدا في الاول هحط كده شويه مرق. انا لو الجمبري ده حضراتكم جايبينه، انا طبعا جايباه هنا يعني فروزن متقشر، لكن لو احنا طبعا بقى في اسكندريه، واحنا بقى في بورسعيد، لو احنا بقى في اصل الحاجات الحلوه دي، هنجيبه طبعا فريش وقشروه وهنستخدمه فريش. فهعمل ايه؟ هنزله مع بوكيه جارني، احطه وادي طعم للشوربه بتاعتي، والمرق مع البصل مع كرفس مع طماطمايه مع شويه حاجات حلوه كده، واحط فيها الجمبري عشان يبقى فيه طعم. لو عندي عظم سمك مع قشر الجمبري ده هيبقى هايل. فهاخد عصاره الاساس بتاع الجمبري الفريش او قشر الجمبري في الشوربه بتاعتي، وابدا استخدمها للملوخيه. طبعا هيبقى الطعم مختلف تماما، لكن انا بقول لو ده ما فيش يبقى في بديل تاني، لو هنشتريها جاهزه او الجمبري هنجيبه فروزن. هاخد المرق السمك بيتباع برده مكعبات، فخليني برده اخد شويه كده. بسم الله. كده حوالي مثلا 2 كوباية كبار او 2.5 كوباية. وطبعا خلينا، في ناس تحب تحط الشوربه الاول وبعدين تحط الملوخيه، وفي ناس تحب تحط الملوخيه الاول وتزود شوربه. اللي يريحكم واللي هتضمنوا بيه الوصفه ان الملوخيه ما تبقاش يعني مايعه منكم او تبقى خفيفه اعملوه. طيب احنا معانا طبعا تليفون، معايا حبيبه قلبي مدام سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عزيمه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامله ايه مدام سهام؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا كويسه، بس انا زعلانه منك عشان مش بتسالي عليا ولا بتتصلي بيا. والله كنت هكلمك امبارح صدقيني. والله انا كنت تعبانه. وجيت الف سلامه على حضرتك، الف مليون سلامه عليكي، بعد الشر عنك والله. ميرسي قوي. انت غاليه عليا مدام سهام، وانت عارفه كده كويس، كل يعني امهاتي واصدقائي واخواتي بيتصلوا غاليين عليا وعلى راسي من فوق. ما انا عارفه والله، ما انا عارفه والله، انا عارفه والله يا عظيمه. حبيبه قلبي، يحاول العافيه ويخليك يا رب. امين يا رب، ويخليك ليا يا مدام سهام بجد والله. تعيش. وبسلم بقى على مدام احلام حبيبه قلبي، واستاذ مرزوق، ومرامي يا حبيبتي. يا حبيبتي تسلمي وتعيشي يا رب. تسلمي تسلمي. وبسلم على عظيمة حبيبتي يا روحي مخرج يا روح قلبي روان العسل يا حبيبة قلبي يا حبيبتي. تسلمي، بيسلموا على حضرتك كتير جوه. تعيش تعيش يا حبيبتي، تعيش. مش عايزة أي حاجة يا روحي. تسلمي لي يا رب، ما تحرمش من حضرتك. بقول لك إيه يا عظيمة؟ أؤمري. بالنسبة للقرص اللي بنعملها بتاعة العرايش اللي بنعملها باللبن. أيوه. لما ليه ما بنحطها بره بتنشف؟ ما هو بقى المفروض ما تتحطش بره، احنا المفروض بنحطها في علبه ونحط فواصل ورقه زبده ونغطيها نقفلها عشان تفضل محتفظه بالرطوبه اللي فيها. ما هي برضو السمنه دي بتبدا خلاص مع الوقت لما بتبقى في السقعه بتحجر. انا لما جيت عملت العجينه وسبتها شويه في الهواء حجرت، لما جيت اشتغلت بيها رجعت تاني طريه. يعني الواحد يحطها في علبه ونقفل. طبعا مدام سهام ماشي حبيبتي. تسلمي يا حبيبه، تسلمي يا عمري. ميرسي ليكي ولسؤالك، وكتر الف خيركم والله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنقلب كده. حطيت فصين ثوم، مش عايزه اشوح الجمبري كتير، لان انا بصوا انا عايزه بس اشيله بقى ارفعه، انا مش عايزاني هديله غلوه مع الملوخيه عشان ما يعضعضش، ما يبقاش زي المطاط، مش عايزه اديله تسويه زياده. فانا هحطه هنا كده، وادي المرق بدا يغلي. هبدا انزل الملوخيه، هستخدم بقى الملوخيه الحلوه بتاعه شهرزاد. انا بصراحه في البيت بعملها مجمده زي ما هي،
يعني، وهي زي القالب كده بفتحها من الكيس، بيبقى فيه كيس كده داخلي اهو ده، بسم الله الرحمن الرحيم كده. فبحب اخدها زي ما هي. بعمل ايه بقى؟ بهدي النار خالص كاني هطفي، والمرق او الشوربه بتاعتي موجوده وفيها الملوخيه، واوطي النار واسيبها واقلب خفيف خفيف، اتابعها لحد ما تبقى كده. ما بحبش الحقيقه اسيبها تسيح خالص. انا بس هحط دول هنا عشان اوريكم، بس بصوا هي كلون لونها كمان عامل ازاي، خضارها او درجه الخضار بتاعتها. نقدر كمان نحط هنا شويه كده طماطم مبشوره، وده اختياري مش عايزين بلاش، بس انا يمكن بتدي طعم حلو مع الملوخيه بالجمبري شويه. وعايزه احط هنا رشه خفيفه كده من الملح والفلفل، ورشه خفيفه من كمون تاتش كده، وبحط برده تاتش كزبره، وبرده هعمل الطشه بتاعتي. خليني اسخن الطاسه دي عشان لما نيجي نعمل الطشه الحلوه باصل الحلوب البلدي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هاخد كده الملوخيه وهنزلها، وهبدا اخد وسك بسم الله، وهبدا اقلب. بصوا اللون. اوكي فندم، والله انت عظيم، والله العظيم يا مطوع، ربنا يخليك يا رب ويكرمك كده. روان شوفي، لا لا، وفصل من فراوله كلميها من فضلك، فراوله غاليه علينا، حاولي تكلميني يا فراوله ارجوكي. لا يعني جربت مرتين وقطع منها، لا حرام يعني ايه، معلش. عايزين يتواصلوا معانا. ام رامي تحيه ليكي، تحيه لمدام ناديه والمدام احلام حبيبتي، ومدام روحيه حبيبه قلبي وزوجها الفاضل، وكل اصدقائنا مدام كريمه لسه يعني. عايزين اقول لك بقى ان انت ليكي تطبيقات حلوه، شفنا الكفته الحلوه مع كراميلا، وام اسلام حبيبه قلبي وحشتني جدا، ان شاء الله يبقى في بينا تواصل باذن الله. مدام سميره، ام جوزيف حبيبه قلبي، وتحيه لكل اهل المنيا، كل اصدقائنا الغاليين علينا، والله انا يعني مش عايزه انسى حد عشان محدش يزعل، لكن كل حبايبي اللي بيتصلوا. بصوا مدام سوريا طبعا من استراليا حبيبه قلبي، مستنيينك تيجي بالسلامه، وعايزه اعرف ميعاد وصولك، وصدقيني والله لو جات لي فرصه هجي لك المطار انا وام اسلام، وكلنا هنجي لك، ومدام سميره، وكلنا نيجي صحبه باذن الله. وتنوري مصر في اي وقت. بصوا بقى عايزين نغلي غلوه هنا، عايزه دي تسخن، هاخد بقى سمنه اصل الحلوب. الله 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 الله، بصوا بقى الله 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 الله، حبه كده حلوه بالطشه يا سيدي، الله على الترميله. بصوا الجمال، ناخد كده، خليلي بس الملوخيه ايدي فيها عشان تدي العرق. خليني ابص بس على فين اللوش بتاعي، اللوش اهو. طبعا خلوا بالكم برضو، ما هو احنا لما العرق ده ما بيجيش غير لما بتبقى الملوخيه نفسها اللي اتقطفت عشان تدخل في التجميد. طلعت بايه؟ طلعت فاكرين بالعنقود اللي قلنا، فكره العنقود هو ده اللي بيدي الماده الرابر دي، وعلى فكره فايده الملوخيه في الحته دي في الرابر ده، هو ده الاساس فيها. فشوفوا دي مهمه جدا. تعالوا بقى ايه، ناخد شويه التوم الحلوين دول، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الكزبره عشان ايه نبدا. وهنا هضيف على الملوخيه، الله 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 الله، بصوا بقى الجمبري هنزل هنا، استنوني بس لحظه، الله الله مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا الجمال هنا، مش عايزه غير ان التوم يبقى ذهبي، مش عايزه احمره زياده، مش عايزاه يمرر، خلاص. مين هيشهق؟ احمد بيضحك مين؟ يلا معايا، خليكم معايا حبايبي حبايبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، خليني بس اخد بلوش كده، دي ايه يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الله 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 الله، فين يا ابني الطبق يا ابني؟ لازم تطلع فاصل؟ انت لازم تطلع فاصل فورا عشان نعرف ندوق الملوخيه. ونستسمع حضراتكم، نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل بقى وصفه حلوه جدا استخدمها في زبده قصر الحلوب مع الجلاش، لكن بعد الفاصل ان شاء الله.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دي الملوخيه، انا بس احمد هيجيب طبق خليني احطها ناحيه دي هنا. ما شاء الله، اتمنى يا رب تعجبكم. وطبعا احنا يعني مش هنيجي حاجه في الاسكندرانيه الحلوين ولا في البورسعيديه ولا في السويسه، يعني احنا بنحاول والله نجتهد وناخد الوصفات الحلوه دي منكم، نسال كده حبايبنا ويقولوا لنا. اتمنى يا رب تكون الوصفه طعمها حلو يعني تجربوها وتعجبكم. دلوقتي هنعمل بقى وصفه لطيفه جدا بالجلاش، هستخدم فيها الجلاش وهستخدم الكنافه. بس انا بقى عشان ايه الجلاش يعني حبيت اتلافى الجزئيه دي مع حضراتكم، ولكن انا لو في البيت هعمله الكنافه نيه، يعني مش هعملها محمره في الاول، مش هسويها يعني واديها تحميصه قبل ما احشيه. لكن خوفا من انه ممكن حد نوع الجلاش نفسه يتحمر بسرعه معاه او تبقاش ظبط قوي وجوه الكنافه لسه ما استوتش، فحبيت ان انا احمصها في الوصفه دي. ان شاء الله هنعمل وصفه ثانيه هتكون فيها الكنافه بيضه مع الجلاش. نقول بقى مقادير الجلاش بالكنافه عشان هنعمل ده بالزبده قصر حلوب. عندي الجلاش محشي كنافه ومكسرات، عندي جلاش لفه جلاش 500 جرام، كنافه حوالي ربع كيلو على حسب ما هنشوف هتاخد مننا الصينيه قد ايه حجم صينيتنا، 3 ارباع كوبايه سمنه اصل الحلوب، وعندي ربع كوبايه من زبده اصل الحلوب. احلى حاجه تدمجوا الاثنين عشان تبقى الجلاش كرانشي. مكسرات حسب الرغبه، وطبعا شربات وسط له تقيل وله خفيف، بمعنى ان انا عندي للشربات 2 سكر لواحد ميه، نص عصره ليمونه، فانيليا. اللي عايز يحط مع الجلاش ده عود قرفه او رشه قرفه او 2 كبش قرنفل اللي هم الصغيرين مسمار، هتبقى روعه، بيدي تست حلو قوي مع القطايف مع الجلاش، بيبقى القرفه حلو قوي معاهم، ما بيحبش بلاش. هاخد من هنا بس شويه سمنه اصل الحلوب علشان انا عايزه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله 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 الله، ادمج السمن مع الزبده الحلوه بتاعه اصل الحلوب. صوت جميل، لان طبعا الجلاش محتاج ليه سمن. في عاده كانوا بيخلطوا السمن بالزيت، بس انا بصراحه طالما عندي الزبده هحط الاثنين مع بعض، بما انها بقى وصفه تقيله هحط كده شويه حوالي 3 ارباع كوبايه. وخليني بقى افتح هنا الزبده، بسم الله الرحمن الرحيم. باقي كام تقريبا؟ اوكي حبايبي، لو معانا مداخله قولوا لنا، ايوه يعني ما تسيبونيش انسى، ممكن انا انسى. اوكي كده هنا، اوكي هنا. كده وهنيجي هنا طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نفك بقى، بسم الله كده هنا علشان ايه اللزق محكم اهو. ايه روعه، خليني بقى ايه اخد جزء كده. بصوا جمال، تمام هاخد قطعة كده، عايزين اقطع حتة تانية بس عشان تبقوا شفتوا الدنيا اهي. هاخد منها قطعة من دول بعد اذنكم كده، احطها هنا وهتبقى هي دي الربع كوباية. هدفي هنا وهنزل بقى الايه اللي في المعلقة ده، وهجيب سباتشيلا او فرشة هي اللي تحل محل القصة دي كلها هنا. وهجيب بقى صينيتي وعندي لفة الجلاش. معانا استاذ محمد من بورسعيد، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، تحيه لكل اهل بورسعيد يا فندم. والله ربنا يخليك يا ست الكل، ايه الحاجات الجميله دي. يا رب، ده من بعض ما عندكم يا فندم والله. والله العظيم بقول لحضرتك انا بعمله، بس بعد كده هشتغل بالطريقه بتاعت حضرتك دي. يا رب يخليك، ده شرف ليا والله، يكتر خيرك، ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك، والله العظيم انا متابعك من زمان قوي، ويعني كنت حسيت على لما اكلمك صراحه. يا نهار ابيض، ده حضرتك نورتنا وشرفتنا والله يا استاذ محمد. ربنا يخليك، انا متابعك والله من قبل البرنامج ده كمان، من ساعه ما كنت بتطلعي في قنوات ثانيه انا عارفك كويس يعني. يا رب يخليك، يا رب يخليك ويعزك يا رب، وتحيه ليك ولكل اسرتك، نورتني وشرفتني والله.
ربنا يخليك يا ست الكل، وشرف كبير ليا ان انا اكلم حضرتك. يا رب يخليك استاذ محمد، شكرا ليك وتحيه لاهل بورسعيد واجمل بلد واجدع ناس واحلى اكل. شكرا ليك يا فندم. طيب بصوا بقى، هاخد الصينيه دي. طبعا الصواني دي بتبقى حلوه قوي، حتى لو ما عنديش اللي هي بتبقى دي بقى هتسيح خلاص، مش عايزه اغلي اقدح السم، عايزه احط كده. هاخد بقى ايه شويه حلوين هنا كده، ادهن شويه كويسين عشان هبدا ارص. طبعا دي سمنه وزبده، اصل الحلوم مع بعض ميكس كده حلو بين الاثنين، وسيحناهم عشان نستخدمها فين؟ في الوصفه الحلوه بتاعه الايه الجلاش، هنحشيه بالكنافه. انا هنا هاخد كده كل ورقتين، ممكن نعمله بقى ايه، انا مقدمه وصفه يعني مقدمه النسخه اللي هي الصينيه التقليديه جدا للجلاش، لكن نقدر نعمل شكل تاني. خليني اوريه لحضراتكم. طب عملت شكل وانتوا شفتوا شكل اللي يعجب حضراتكم تعملوا. هاخد كده شويه من الكنافه هنا كده، واعملها زي الايه زي الاساور كده خلاص. وعندي شويه من المكسرات برضو معاها هنا كده، ونبدا ناخد الورقتين. خلينا مش اقل من ورقتين عشان تمسك مع حضراتكم. هناخد كده الورقتين ونبرم خلاص، ده ما بيجي يتقطع بيبقى شكله حلو قوي. وهناخد كده في الصينيه وخلي دايما كده خلاص، وناخد اتنين تانيين. تسلمي يا شيكو حبيبتي. ناخد كده شويه تاني، وهبدا اعمل ده لما اقفل رولز كلها تبقى كلها متقسمه، حتى لو هاخد حته صغننه باقي اروح جايبه رول طويل واسماه ومدككه في الحته اللي ناقصه. ده مهم قوي. عايزين السكينه عشان حاضر. ايوه طبق يكون حاضر كده. تسلموا حبايبي، كتر الف خيركم. طيب كده، وهاخد شويه مكسرات هطهط هنا، وبعدين هروح مقفله تاني. طبعا اقل من ورقتين نو عشان ما تتقطعش من حضرتك كده. وهلف كده وهاجي هنا، الحته اللي بتبقى من تحت دي اروح هي دي اللي مدككاها عشان ما تفتحش، عشان ما تفتحش. تمام حلو كده. وناخد تاني، وهفضل كده اعمل فيها معايا. طبعا حبيبه قلبي مدام سميره بتيجي على الحلو دايما. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلم ايدك. حلو، يا رب يسلم عمرك. هعمله يا حبيبي. يلا بقى وابعت لنا التطبيق الحلو. تصدقي بقى ان انا كنت بفكر ان انا اعمل جلاش. طب يلا بقى، يلا بقى عايزين نشوف الحاجات الحلوه بقى. واستعمل السمنه اصل الحلوب الجميله بتاعت الحلوب، والله ريحتها تحفه وطعمها احنا دقناها يا مدام سميره. بس طبعا الراي في الاول وفي الاخر لحضراتكم، احنا شهادتنا مجروحه زي ما بيقولوا يعني. عايزه اقول لك كمان احسن من ان احنا نجيب زبده ونسيح وشغلانه، لانها ما بقتش مضمونه زي زمان. لو احنا موجودين في المكان هعمل كده. انا والله جبت لحماتي ويعني كيلو طلع مظبوط وكيلو طلع نص لبه بس ماشي. لا فعلا مغشوشه بقت دلوقتي، دي اضمن واحسن كمان. صحيح، و100% يعني ما فيهاش كلام خلاص. طب ايه الفرق بين الخضرة والبيضة؟ في واحدة بتبقى خليط، بتبقى نباتي مع بلدي. دي فدي برضو على حسب الأذواق. هم بصراحة ناقشوا هنا الأذواق كلها. لا أنا بحب دي الحقيقة. يعني. وأنا كمان، وأنا بصراحة. بلدي البلدي يوكل يا مدام سميرة. أكيد طبعا. تسلم عمرك يا حبيبتي. وتفضلي. كمان أنا بس أعمله. اتفضلي قوليلي. الكولسيز والله حضرتك جبتيه؟ جبته. طب الحمد لله الحمد لله، هو فعلا من الحاجات الهايله. انا بستخدمه لاولادي على فكره. وانا كمان قلت ان انا اخده. يا رب دايما بالصحه والهنا على قلبك يا رب. يا حبيبتي، ومبسوطه اللي سمعنا صوت ايمان سعوديه. يا حبيبتي تسلمي تسلمي. ميرسي يا مدام سميره، وتحيه لحضرتك ولاسرتك. والنص الثاني فين؟ فين النص الثاني ما اتكلمتش ليه؟ هي ام اسلام فين؟ راحت فين؟ خرجت ولا ايه؟ وازاي تخرج من غير ما تقولي؟ يعني انا عايزه اعرف هي فين؟ هي روان؟ عندها تاخير يا روان. نشوف ده ماشي. شايفين؟ ندكك وهبدا اخد من الناحيه الثانيه، اي حاجه هتيجي في النص هنا هنكملها. بعد كده هتتقطع كيبس حلوه بقى كده، هتبقى جميله جمال. وبرده فيها مكسرات وفيها حاجه مقرمشه ومختلفه. لكن طبعا انا هوريكم النسخه اللي انا عاملاها. عاملاها صينيه عاديه تقليديه بالمربعات الحلوه بتاعتنا البقلاوه، وهوريها لحضراتكم برضو دلوقتي عشان حضراتكم تشوفوها.
وهصب بقى ايه الزبده والسمنه ده في الاخر على الوش كده. هوريكم دلوقتي حالا هعمل ايه، لانها لازم تستوي في شويه حلوين تطلع الريحه بقى منها وتتحمص الجلاش الحلو ده. الله الله الله، بسم الله كده كده. بصوا بقى هاجي هنا هوري حضراتكم، لازم شويه حلوين كده من زبده وسمنه اصل الحلوب هنا كده. عشان كده انا بقول لحضراتكم لو حابين تحطوا الكنافه نيه مفيش مشكله فيها خالص، هتستوي هتتحمص وهتبقى روعه اهو. حلو الكلام. وهتدخل فرن 180 على الشبكه في النص لحد ما تاخد اللون الحلو ده. لو ما احنا ما عندناش مروحه مفيش مشكله تتحمر وتاخد خلاص وباقي من فوق، اروح طافيه الفرن ومشغله والف الصينيه واتابع. اطلع بقى اللي احنا كنا عاملينها اهي. ده الشكل التقليدي للبقلاوه العاديه يعني بتاعتنا، صينيه الجلاش التقليديه. ولو حابين تغيروا في الشكل يبقى زي ما انا عملت دلوقتي. خليني ادخل بقى دول كده الفرن، بسم الله هنا. والقرمشه هتدوقوا قرمشه وهتدوقوا طعم وهتدوقوا حاجه حلوه. والشربات اتفقنا 2 لواحد. وهاخد كده بصوا الشربات سمكته تبقى عامله ازاي عشان حضراتكم تبقوا عارفين. انا عايزه لهو تقيل قوي، هعمل كده اهو، اخف من العسل شويه لكن نفس الفكره عشان يثبت ويبقى حلو والدنيا تبقى لطيفه. واقدر بقى ايه اشكل باي حاجه في المكسرات، لو عايزين شويه مكسرات على الوش براحه حضراتكم خالص، ممكن نحط كده في النص هنا كده في الفواصل شويه حلوين كده، فتبقى الدنيا ايه لطيفه معانا. ودلوقتي بقى احنا طبعا هنخرج من الفقره دي ونتجه الى الفقره اللي جايه. خليكم معانا بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وشرفتني وانضمت لي في الاستوديو ونورتني شيماء سامي، بقالها كتير ما جاتش بس انا النهارده مبسوطه ان هي معايا. ازيك يا شيمو؟ وحشتيني قوي. وانتي قوي يا حبيبتي. ما هو سبب غيابي ده بقى مفاجاه. ايوه اكيد جايبه لنا حاجات حلوه. انا جايبه قرص مخصص للكرش، لمنطقه الكرش، الناس اللي تشتكي دايما من دهون الكرش. يا حبيبه قلبي انا طبعا بصي احنا هنتكلم كل حاجه، بس خلينا اول ننزل ارقام التليفونات والصفحتين الخاصتين من فيتارم جلوبال علشان اصدقائنا كلهم يتواصلوا. احنا معانا 10 ارقام ما شاء الله، في منهم ارقام المتابعه وفي منهم ارقام الاتصالات والسؤال على اي حاجه حضراتكم عاوزينها. والصفحتين الخاصتين من فيتارم جلوبال، الصفحه الاولى بالعربي فيتارم بالعربي وفيتارم كمان بالانجلش، دول الصفحتين الوحيدتين علشان حضراتكم تبقوا عارفين مفيش اي صفحات تانية تفرق في حرف تفرق في كلمه مالناش دعوه. طيب قولي لنا بقى يا شيمو. انا راجعه بكورس قوي جدا. أيوة. بعد تجارب طبعا. أيوة. عميقه جدا بصراحه، بس جايه بقى وخلاص بقى انا ومتاكده 100% ان هو هيجيب نتيجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله انا جايه كمان حالات خست معايا، انا هتكلم عن كمان كورس تخسيس لفوق المية. تمام. وهو مع الكورس اللي هو الكرش اللي انا منزلاه اللي انا جايباه. تمام. الحالات اللي خست معايا دي انا هقول اسمائها. أيوة. تمام. وخست قد ايه؟ انا عندي جمال احمد القاهره 36 سنه. كان وزنه 110. يا خس 18 كيلو في شهر ما شاء الله. تمام. وعندي مروان مصطفى بني سويف 19 سنه. كان وزنه 115. خس 20 كيلو في شهر و10 ايام. يا ما شاء الله. انا بتكلم على اوزان الثقيله المره دي. سعديه عوض سوهاج من محافظه سوهاج، عندها 60 سنه ما شاء الله، كان وزنها 125، خست 10 كيلو في شهر. ما شاء الله 10 كيلو في شهر ليه؟ عشان سنها سن طبعا. ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني كتر خيرها ان هي قدرت ان هي تنزل 10 كيلو كمان. تمام. عندي ذهب صلاح اسكندريه عندها 18 سنة، كان وزنها 100 كيلو. يا حبيبتي. خست 18 كيلو في شهر، على فكرة ده عندها مشكلة في الغدة. والله.
يعني دهب دي عندها مشكله في الغده. 18 سنه دي لسه صغنونه خالص، دي لسه بتقول يا هادي. بس خست 18 كيلو في شهر ما شاء الله ما شاء الله. وكان عندها قصور فيها ولا كانت عندها مشكله في الغده وكانت بتاخد علاج؟ اوكي. فهي كانت بتاخد الكرسي ده قصاد العلاج بتاع الغده. والله او عامه المنتج الكرسي ده ما بيتعارضش مع شيء، ما بيتعارضش مع اي علاج، هو منتج طبيعي. تمام. 100% طبيعي. عشان الناس اللي بتقلق ان في اي كيميكالز، لا ما فيهوش اي كيميكالز خالص. كويس، احنا كده بنتاكد ان احنا كل الكورس اعشاب طبيعيه 100%. طب قول لنا هو عباره عن ايه، وقبل ما نقول يعني الاصدقاء اللي لسه اول مره يسمعوا احنا بنتكلم الكورس عن... الجديد بتاعي. تمام. اللي هو خاص بمنطقه الكرش، عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. حلو. ده انا دفت نباتات على النباتات اللي هي الاساسيه. طبعا الكونجا، المتا، تمام، زائد الاقايبري، التوت البري، ايوه تمام، عشبه الاسبغول، ملكه الموج. كل ده انا ضيفاه على التوت البري والاقايبري اللي هم الاساسيين. انا ضفت النباتات دي ليه؟ عشان تعالج لي، مش ما تعالجليش العرض، تعالج لي المسببات نفسها. المتكدسه دي بالظبط كده. انا جبته عشان يلعب على الخلايا الدهنيه نفسها، يقضي عليها تماما. بعد ما بتخسي منطقه الكرش او الارداف او اي مشكله عندك، ما بترجعيش ان انت تتخني تاني بعد ما بتبطلي الاستخدام. في ناس بتقلق من الموضوع ده. كويس. فانا قطعت الشك باليقين، لا انا مش عايزاكي تقلقي من الموضوع ده خالص، يعني مش هتبقى اسيره للمنتج من الاخر. يعني هي مرحله كدا. وخلاص انا هريحك خالص يا حبيبه قلبي. تمام. وانا هجيب لك حاجه تستخدميها شهرين، كورس شهرين وخلاص. بعد كده بيسيب لك الغده بتاعتك نشطه. تمام. وبيعلي لك نسبه الحرق بتاعتك، زائد ان هو بيقضي على السموم نفسها المسببه للسمنه، طارد للسموم من الكلى، الكبد، الجهاز الهضمي، بيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم. هايل هايل. بيقضي تماما على منطقه الكرش. في اول اسبوع ان شاء الله بتلاحظي ان منطقه الكرش بتنزل شويه شويه. في ناس عندها مشاكل في القولون، ما تقلقيش، عندها ياخدوا الكورسات على فكره، لاي كورسات، عشان بيقول لك هيبقى في امساك ومشاكل بالظبط كده. بصي الكورس ده انا احل لهم جميع المشاكل بتاعه المعده باذن الله. اللي عندها مشاكل في القولون، اللي عندها قرحه في المعده، اللي عندها التهابات لا قدر الله، ده بينظم حركه الامعاء، بيمنع الانتفاخات الخاصه بالقولون، بيقضي على المشاكل دي كلها. تمام. ما بيسببش امساك. عشان في الياف، كميه الياف كبيره. لا بالعكس، ده يعتبر ملين طبيعي. حلو قوي. زائد ان هو التكميم، يعني انا جايباه للناس اللي وزنها فوق، انا دايما بنزل حاجات للاوزان اللي فوق ال 100، عشان الاوزان اللي فوق ال 100 بتبقى محتاج نباتات تنفش اكتر في المعده. عن ايه؟ عن اي عن اي كورس اخر. تمام. فانا بحط اشياء اضافيه تنفش اكتر في المعده، تقعد معاكي اكتر. طبيعي ان هو الكورس بتاع الجسم كله، بتاع الجسم كله بيخسسك 18 20 كيلو في الشهر. 18 20 كيلو في الشهر لو ما عندكيش اي مشاكل. كويس جدا. لكن لو عندك مشاكل في الغده، تمام، او الحرق ضعيف، هتنزلي 15 كيلو، 15 كيلو في الشهر. ممكن 16 17، ممكن تلعبي في الرينج ده. يعني مثلا ايه اللي هي دهب دي صلاح عندها مشكله في الغده، نزلت 18 كيلو في الشهر ما شاء الله. طب وايه بقى، عملتي ايه مع سعديه اللي هي عمرها الام اللي عمرها 60 سنه؟ 60 سنه دي كانت يعني عندها الحرق ضعيف طبعا، عشان سنها الكبير ده. هي ما كانتش مصدقه بالنتيجه الايجابيه اللي هي وصلت لها. حلو. هي كانت بتستخدم ايه؟ هي كانت بتستخدم الكورس عادي. تمام. كل اللي هي بتعمله ان انا ما لزمتهاش بدايت او شيء، هي طبعا ست كبيره ما بتتحركش كتير. تمام. قلت لها انت خدي بس الحبايه، هي هتعمل لك عمليه تكميم. كويس. ماشي. قبل الاكل بس، انا يعني انا بنصح ان هي تتاخد بعد الفطار بنص ساعه. كويس. ليه بعد الفطار بنص ساعه؟ عشان عندي الوجبه الاساسيه الاول بتاعه الفطار خلاص بتاكلي. تمام. بعد كده بقى اكلك بيقل لما بتاخدي الايه؟ الكبسوله. الكبسوله عشان بتنفش في المعده عندك. كويس. يعني بتقعدي 12 ساعه متواصلين ان شاء الله بدون جوع. بتاكلي اللي انت عايزاه، انت هتكرهي الحلويات، يعني انا قدام الحلويات واخده الكبسوله مش هاكلها، هكرهها.
يعني هاكل حته حته منها وخلاص. استني لما تخلصي وقت الكبسوله وبعدين تاكليها، هتحبيها جدا عشان احنا عاملينها بقص الحلوب على فكره، يعني هتحبيها قوي. لا هي تاخد تاكليها على الفطار. اوعي تقولي كده يا شيخ. حاضر حاضر، هديكي حته يشيب وبعدين. ماشي هتاخدي حته صغيره بس خلاص على كده. يعني انا هاخد حته صغيره هاكلها، هلاقي نفسي النهم تقصدي بتاع ان احنا بناكل وندي نفسنا بقى الحريه في الاكل ده مش هيبقى موجود عندها خلاص. مش هيفرق معاها الكورس بتاعي. يفرق ايه عن الكورسات الاخرى؟ ايوه، ان الكورس بتاعي بعد ما بتخلصيه ما بترجعيش تفتحي في الاكل زي الاول ما كنتي. او ترجعي تتخني تاني. طب استني بقى قبل ما نقف عند الحته دي ناخد معانا اسماء. سلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيف عظيم؟ اهلا حبيبتي، اتفضلي حبيبه قلبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي في نعمه وفضل. منورين استاذه سيماء. يا رب يسعدك حبيبتي، منور باتصالك. لو ليكي اي سؤال اتفضلي حبيبتي. لا والله انا عايزه اشكر بقى. طب اتفضلي، اتفضلي شكري. اتفضلي يلا. انا متشكره جدا بجد استاذه سيماء، انا خسيت 30 كيلو في 3 شهور. والله العظيم حبيبي حبيبي 30 كيلو في 3 شهور. بس فاضلين 5 6 كيلو كده. يا حبيبتي يا حبيبتي، عندك كام سنه حبيبي؟ عندك مشاكل؟ عندي 35 سنه، عندي مشكله بس صغيره في منطقه البطن. ووزني يعني عشان انا طولي 158 قصير. يا حبيبتي. تمام. بس مشكله البطن دي فاضلين 5 6 كيلو بس. بصي جربي بس الكورس بتاعي بتاع البطن اللي انا منزلاه جديد ده. وهم. طيب تمام تمام يا استاذه هيمي، انا بشكركم جدا والله. يا حبيبتي شكرا لاتصالك ولا مداخلتك يا اسماء، نورتينا وشرفتينا بجد والله. يعني هي اسماء بسم الله ما شاء الله انجزت، ويعني بقى لها 5 6 كيلو. الكورس بتاعي دايما اللي فوق ال 100. اللي فوق ال 100 انا مخصصه للاوزان اللي فوق ال 100 عشان بتبقى محتاجه معلش حرق زياده محتاجه دعم بقى، النباتات تنفش اكتر. زائد ان هو الكورس اللي هو مخصص للكرش ده بعد ما بتخسي ما بيسيبلكيش البطن مترهله. ده مهم برضه حتى لو في نباتات يعني انا دخلتها بتعمل نسبه حرق وبتشد الجلد بطريقه طبيعيه. هقولك بيتشد ليه، هو بينزل تدريجي، هي عشان بتنزل تدريجي بالراحه فما بيبقاش باين ان فجاه اول ما الحاجه منفوخه كده وتكش بتعمل زي الترهل، فمره على مره بنزيد هي بتنزل، واضح ان هي بتنزل بشكل تدريجي. قبل ما اغيب عنك بفتره كانت ناس كتير او اتصالات كتير او تشتكي لي من منطقه الكرش. يعني بتنزل مثلا في الشهر بتحس انها نزلت مثلا، هو اول اسبوع فرق ايه في المقاسات؟ اول مقاس او اتنين مثلا. اول اسبوع تحسي يعني مثلا ايه الهدوم اللي عليها مثلا ايه كانت ضيقه، تلاقيها مثلا وسعت شويه بدات تريح. لان بيعمل ايه كمان؟ بينزل الميه الزايده في الجسم اولا. كويس السؤال ده، عشان لسه في حد من اصدقائنا بتقول انا ما خسيتش على الميزان بس حاسه جسمي منفوخ. بالظبط كده، هي بتنزل الميه في الاول، ده الجسم الصحي. فهمتك. اوكي تمام، بتنزل ميه في الاول وبعد كده بعد 10 ايام بتنزل بقى دهون. فهمت جدا. اوكي يبقى كويس ان احنا جاوبنا على زمان كنا معلش بنتعالج ازاي. كنا بنتعالج بالاعشاب. اي حاجه كانت جوانا تعبانه بالاعشاب، قبل بقى ظهور الطب والعلم والتكنولوجيا والتقدم. تمام، الاعشاب النباتات دي ان هي بتعالجك بدون اي اثار جانبيه. من غير، في ناس برضو تقول لي طب انا هحس بهبوط بعد ما اخد الكورس، هحس ان انا كسلانه خمول؟ لا خالص. او عدم تركيز؟ لا لا خالص. بالعكس ده منشط للدوره الدمويه. كويس. منشط التركيز اللي مثلا الاشخاص مثلا اللي عندهم مثلا اولاد بيدرسوا او شيء، بالعكس ما يخافوش. يعني الولاد اللي في سن مرحله المراهقه بقى وما بالعكس هينشطهم والله. نباتات طبيعيه، كل نباتات بس. طبعا مستورده مش مصريه اكيد. ما هي المنتج الماني يا جماعه، وبيبقى جوه فيه العلبه، قولنا جوه فيه الشرينك. ايوه اللي عايز يدخل يخدش ويشوف اصلها ايه وبلدها جايه منين وكل حاجه. طب احنا معانا بعد اذنك يا شيمو معانا هند. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا كده اهلا وسهلا. الحمد لله حبيبتي، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي يا فندم. انا بشكر بصراحه الشركه وبشكر الدكتوره نهى بالذات اللي عملت معايا واجب جامد. انا كنت 139 وفي 15 يوم الحمد لله نزلت 9 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. هو في سن حضرتك كام؟ وانا مريض السكر 51. انا مريض السكر اصلا وبيجي لي جلطات. الله اكبر. ريحني وكنت عملت حاجات كتير وتعبت منها، وعلى فكره انا كنت يائسه من حاجات كتير. ودكتور نهى بصراحه
واقفه جنبي ومدعماني واي وقت بتصل هي بترد عليا. يا حبيبتي طبعا شكرا ليكي وربنا يديم عليكي الصحه والعافيه وتكملي على خير. لكن لما حضرتك ختي ما حسيتيش باي حاجه كده بما انك بتاخدي علاج سكر؟ لا 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 انا كنت لسه حتى بكلمها الدكتوره انا من شويه بقول لها انا بجوع بالليل وكده اعمل ايه؟ قالت لي على برشام تاني اللي انا واخده الكرسي، انا واخده الكرسي بتاع 3 شهور. قالت لي هتابعه ازاي واعمل بصراحه في اي وقت انا بتصل بيها ما بتقوليش. يا حبيبتي كتر خيرك، شكرا جزيلا ليكي والله مدام هند، وعلى ان هي مريضه سكر. طبعا شكر خاص لمدام نهى او دكتوره نهى، لان دكتور نهى واضح ان هي يعني ايه، ده انا سمعت الاسم اتكرر ما بيسيبش حد كتير، لان ما بيسيبش حد بيتابعه في متابعه بالظبط كده. ولو في اي حاجه حضراتكم خدتوا الكورس ولا قدر الله ما عرفوش تتواصلوا للمتابعه ابعتوا، احنا والله بنقول لهم بيتواصلوا فورا وده شيء وارد، بيبقى عندهم ويتنج كتير، معلش احنا ساعه ورا مصلحتنا. أيوة ونتابع معاهم كده. في اكدي ان المتابعه دي قوي لبعض الحالات، لو ما تابعش واخد من دماغه مش هتحقق النتيجه، ان في ناس حصل معاها كده ما مرضتوش. كل 10 ايام انت بتتصلي انا نزلت كذا 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 كذا، وانا طبعا بتابعك بشوفك انت نزلتي قد ايه ما نزلتيش قد ايه، بقول لك على شويه حاجات بتعلي الحرق اكتر بتنزلك اكتر في وقت قصير بدون اضرار ولا اثار جانبيه. هايل. يعني في كذا حاله كانت تكلمني، كانت مقبله على الزواج تمام، عندها منطقه الكرش عاليه جدا، بتقول لي انا رحت كشفت عند الدكتور بيقول لي انت لازم تخسي عشان انت بعد الجواز كده مش هينفع ان انت تخلفي. تمام، عشان بتعمل السمنه بتعمل تكيسات للمبايض. صحيح. ولا قدر الله تكيسات المبايض بتجر ايه؟ انسداد انابيب. حاجه بتجر حاجه احنا مش محتاجينها ومش عايزين نوصل لها ان شاء الله يعني. بالظبط كده، وانا بطمنهم ان المنتج بتاعي ليس له اي اثار جانبيه، نباتات طبيعيه. زائد ان في حالات برضو بتتصل بيا عندها دهون على الكبد. ده كتير. كتير. الدهون على الكبد دي ليه؟ عشان بتاكلي اكلات دسمه. فبتتراكم فين؟ تتراكم على الكبد. هو بيخلص من قد ما بيتخلص، بس الباقي بيبقى عليه خلاص، هيعمل ايه؟ الكورس هيعمل ايه؟ هيمنع امتصاص الدهون من الاكل. يعني انت هتاكلي الاكله الدسمه دي، هيمنع امتصاصها. فبالتالي مش هيتراكم دهون على الكبد. فالكبد هيتخلص من الدهون بتاعته. هايل هايل يا شيماء والله. طب قولي لنا بقى الكورس بتاعنا النهارده ايه؟ قولي لنا العرض. بصي هو الكورس بتاعي كبسولات ونقط واعشاب، بدلهم كورس عليه هدية. هايل. يعني واحد كبسول 50%. ليه انا بعمل كده؟ عشان ياخدوا الكورسين لمده شهرين ومش هيبقوا بعد كده ان شاء الله محتاجين لاي كورس اخر. حلو قوي. يبقى احنا عندنا كورس واحد كبسول واحد نقط واحد اعشاب، الخصم 50% شحن مجانا لكل المحافظات، عليه كورس تاني كبسولات ونقط واعشاب هديه. ده يكفيهم فتره قد ايه؟ شهرين كاملين. الكورس بتاعي مضاد للاكسده ومقوي للجهاز المناعي يعني بفضل النباتات الطبيعيه اللي فيه. طيب انتوا قلتوا مدعم بفيتامينز صح؟ يعني دلوقتي لو حد عشان البشره عشان ما ياثرش على البشره اثناء التخسير والضوافر. يعني شعرك ما تقلقيش ولا هينزل ولا البشره هتبهت ولا الكلام ده خالص. والناس اللي بتقلق تقول لي مثلا ايه انا تخينه من فوق ومثلا رفيع من تحت او العكس، طب ده هياثر على ده، طب ممكن يخسسني اكتر مثلا اكتر ما انا خاسه من فوق، او لا او لا بصي هو ملوش علاقه بالهرمونات، يعني ما بيلعبش في الهرمونات. الهرمونات الانثويه اللي عندك ما بيلعبش فيها، ما تقلقيش من اي شيء. هو بيعمل ايه؟ هو بيلعب على الدهون نفسها. الخلايا الدهنيه نفسها الضاره اللي في جسمك، ما بيلعبش على حاجه اكتر من كده. فهمت. عشان طبيعي مش ما فيهوش كيميكال. ما هو ده اهم حاجه احنا بناكد عليها من خلالكم. طب احنا طبعا المنتج من خلالكم فيتارم جلوبال، من خلال الارقام اللي موجوده 10 ارقام موجودين لحضراتكم على الشاشه، بينهم ارقام المتابعه. وكمان هننزل الصفحات دلوقتي، في صفحتين خاصتين بيهم، صفحه فيتارم بالعربي وصفحه فيتارم بالانجلش، عشان نبقى عارفين. والمنتج انت قلتي متامن، لا شكل العلبه، ختمه على كل الكبسوله، كارت الخدش ختمه على كل كبسوله، العلامه المائيه. العلامه المائيه. هايل. وبتتواصلوا من خلال الارقام طبعا والفريق الطبي. زي ما مفيش ايام اجازات ولا حاجه. لا 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 خالص، كل يوم متاحين. متاح. والعرض ان شاء الله لحد الساعه ايه 11 او 12 النهارده، هنخليها لحد 12 بالليل. تمام. وهستسمحك احنا عايزين نسال بقى، الكورس ده يناسب مرضى سكر وضغط؟ يناسب مرضى السكر والضغط، كورس امن جدا ولكبار السن. انا سبق قبل كده وقلت في اول الحلقه واثناء الحلقه نباتات طبيعيه. تمام. ملهاش اي اثار جانبيه. هايل. طب
طيب احنا بقى عايزين نقول اخر حاجه بالنسبه للاطفال، انت قلتي طبعا امن جدا الام اللي عندها اولاد في سن ال 16 17 واللي بترضع بس بعد 6 شهور. بعد 6 شهور للرضاعه يا جماعه، السيده اللي بترضع طبيعي بعد 6 شهور لان اللبن بس بيقل شويه فطبيعي انت بتخسي فاللبن بيقل بس. هايل، يبقى احنا كده قلنا للسيدات اللي لسه والدين بعد 6 شهور من الرضاعه الطبيعيه انتوا امن عليكم، اللي ما بترضعش طبيعي يبقى خلاص ما فيش عندها مشكله تقدر من اول شهر، صح كده؟ اه بالظبط. طيب كده بالنسبه بقى للاطفال اللي هم من سن البلوغ، من سن البلوغ دول عادي ياخدوا لحد 70 سنه، لكن لا بيأثر عليهم ولا على تركيزهم ولا على ادائهم ولا لا، مفيش كلام، نباتات طبيعيه مفيش اي مشاكل خالص بالنسبه زائد ان هو في فيتامين د يعني. طب الولاد بقى اللي عندهم زي البنات اللي عندها اماكن محدده برضه في كورسات تناسبهم الصغيرين دول؟ انا كرسي بصي الكرسي يعني افرضي هي مش مليانه ككل لكن عندها مناطق معينه. ايوه انا اتكلمت من شويه في كده تمام. المناطق دي بيرسمها لك الكورس او بيرسمها لك الكورس. في شباب عندها تسدي مشكله التسدي الكرسي بتاعي ينفع لمشكله التسدي. اوكي تمام، بيلغي الحته دي بالظبط كده، ما بيلعبش في هرموناتك كراجل خلاص على الخلايا الدهنيه الموجوده هنا كده. الست مثلا عندها مثلا ما بيلعبش في هرموناتها عشان في ناس بتقلق تقول لا صدر هيخس. لا انا على فكره دكتور التجميل قال ايه؟ قال هو الاساس فيه الجزء اللي خاص بالقنوات اللبنيه ده الاساس، ما حول هذا هو دهون على فكره بالظبط كده، فهي ملهاش علاقه، هو ده الاساس، هو ما بيلعبوش في الحته دي، هو ما حول الموضوع. فاحنا بنتكلم فعلا شباب بيبقى عندهم الموضوع ده وبيبقوا مضايقينهم قوي. انت جاوبتي على السؤال اللي انا كنت قايله لك قبل الحلقه قبل ما اسالك. تسلمي يا شيماء، والله انا طبعا بشكرك حبيبتي لمتابعتك مع الناس الجميله دي، وطبعا بشكرهم على الاراده اللي عندهم ان هم تواصلوا وان هم يعني وثقوا في هذا المنتج وتعاملوا معاه، وشكرا ان انتم سمحتوا ان يتقال اسمائكم ويتقال اوزانكم وان انتم تشاركوا برده كل اصدقائنا اللي كلمونا. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده شيماء سامي، شكرا ليكي يا شيماء والله نورتيني ووحشتيني جدا. لان انت وعلى فكره ريحه الاكل بجد لا كده لازم اكل بعد الحلقه وبعدين هنقول للشركه بقى ابعتوا لنا كام علبه سمنه ارجوكم لاحسن احنا في حاله يرسى لها والله السمنه عامله شغل عالي جدا. طيب احنا طبعا بنشكر شركه فيتارم، شكرا دكتور نهى، شكرا لكل حد قائم على هذه الشركه يعني بيحاول يبقى في نجاح مشترك بيشتغل عليه لان لكل مجتهد النصيب. اذا في اي حاجه خاصه بحضرتك او حد ليه اي كومنت ابعته واحنا والله بنتواصل معاهم وما بتاخروش ابدا. نقولوا بقى الكورس وليه اخر مره يلا قبل ما نختم. الكورس عباره عن كبسولات ونقط واعشاب وعليهم كورس تمام هديه تمام. عشان يبقى شهرين كاملين حلو 50% خصم، الشحن مجانا لكل المحافظات. النهارده احنا عملنا ملوخيه بالجمبري يا رب تنال اعجاب حضراتكم، وعملنا الجلاش او بحشو الكنافه والمكسرات يا رب الوصفات تكون نالت اعجابكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.